السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في مطعم ماما. النهاردة هعمل معاكم المسقعة، طبق المسقعة، أحلى طبق مسقعة تعمليه في حياتك من غير ما يشرب زيت. ويلا بينا هوريكم المقادير. دلوقتي معايا كيلو من البتنجان الرومي، طبعا قطعته، أهم حاجة عشان ما يشربش معاكي زيت ترشي عليه شوية ملح، يجي معلقة كده من الملح ترشي عليه وتقلبيه كويس. ومعانا ربع كيلو من الفلفل الرومي، مقدار كوبايتين من الطماطم المضروبة في الخلاط، بصلة كبيرة مبشورة، فلفل أنا مقطعها كويس، وكمان معانا فلفل حار، معلقة كبيرة من الثوم. ودلوقتي التسويق، هنحط معلقتين كبار من الزيت، هنحط فيهم البصلة المفرومة ونحمرها كويس، يعني انا مش عايزاها حمرة قوي علشان ما تبقاش معانا المسقعة حامية، يا دوبك بس صفرة او دبلانة كده. هحط معلقة الثوم وعليه الفلفل الحار وهقلب بالشكل ده، انا مش عايزة المكونات تحمر، يا دوبك تدبل وتطلع ريحتها بس عشان ما تبقاش المسقعة معاكي حامية. وهنحط معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهنقلب التوابل دي في بعضها. مش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه جميلة، تحفة الدقة دي. ودلوقتي هحط الطماطم معايا وهظبط الملح بتاعها، والوقت هنغطيها لغاية ما تتسبك خالص، ونبدأ بقلي البتنجان لغاية ما نخلص كل الكمية. نحط الفلفل اللي احنا مقطعينه، فلفل رومي او حار على حسب ما انتي عايزة، ويبان الزيت فوق والصلصة تتقل من تحت. وهنحط كده معلقة صغيرة من الثوم الني، وهنحط الفلفل والبتنجان اللي احنا حمرناه او قليناه، ونبدأ نديهم غلوتين ثلاثة كده مع بعض تاني، هي والصلصة كده غلوتين كده علشان التوم الناي اللي احنا حطيناه. وادي احلى طبق مسقعة، هتدوقيه في حياتك في منتهى الجمال، ناشف جدا مفيهوش اي زيت زي ما انت شايفة، طعمه تحفة جدا. اتمنى منكم تجربوه وما تنسوناش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.